اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. كابتن حازم امام عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري. كابتن حازم مساء الخير. مساء الفل يا كابتن سيف، عامل ايه؟ وحشني. اخبارك ايه؟ انت عامل ايه؟ عامل ايه؟ كله كويس؟ كله كويس؟ انا كويس الحمد لله. في مرحله الاحماء دلوقتي؟ الحمد لله، بس يعني الاجواء الحمد لله رائعه بصراحه. يعني طبعا فقدنا لاعبين مهمين جدا، كوكا واسامه، ربنا يا رب يشفيهم ويعافيهم. اتنين جامدين جدا، بس جبنا اتنين جامدين جدا كمان ان شاء الله هيفيدونا وهيبقوا زي الفل ان شاء الله، والاجواء كلها رائعه الحمد لله في المنتخب. يعني رايك في الاعلام، كان مؤيد ولا كان معارض؟ ورايك ايه في الاختلاف في وجهات النظر؟ ورايك قايمه يعني في قصه ياسر ابراهيم على اسامه؟ مش بص، هتلاقي اي بطوله افريقيا، هات اللي فاتت كيروش، هات اللي قبليها اجيري، هات اللي قبليها كوبر، هات اللي قبليها كابتن حسن شحاته، هات اللي قبليها كابتن جوهري، على طول لازم هتلاقي. بص، كل واحد مصري من حقه انه يقول رايه، ده بلده ومنتخبه، فاكيد كل الناس هيبقى ليها راي مختلف بقى، تتفق هتتفق مثلا مع 80 مع 90 مع 100. كنت بتقوله هنا يا كابتن حازم لترتيبات المعسكر وبكره ايه النظام وبعده هنعمل ايه وكده، ف يعني حاجات من هذا القبيل. يعني ان احنا عندنا ترتيبات، احنا طبعا بكره تمرين، الحد ماتش، الاثنين اجازه، ثلاث سفر، عندنا بقى حاجات كتير، صور رسميه، حاجات للسبونسرز، حاجات للناس كده، يعني في حاجات كتير، ترتيبات واللعيبه وحاجاتهم والاستشفاء والكلام ده كله، فبنتكلم مع الراجل فيها. يعني شايف ان دي ظاهره صحيه وظاهره طبيعيه؟ خلي بالك الاختلاف. طبعا على فكره، مش احنا بس، كل المنتخبات في اي بلد في العالم قبل بطوله مهمه هتلاقي لازم ناس تقول لك فين ده وفين ده، ده حق طبيعي وراي طبيعي. الكوره خلي بالك عمر لو قعدت مع خمسه وقلت اعملوا 27 واحد مش هتلاقيهم كلهم زي بعض، هتلاقي هنا وهنا وهنا، فالناس كلها ليها الحق وكل الناس ليها، كلها من خلال دافع ان هو عايز الاحسن يعني، بس بيبقى المدير الفني له وجهه نظر مختلفه، فاهم؟ بس هل سام مرسي اعتذر بالفعل؟ لا خالص، ما فيش الكلام ده. لا ما فيش الكلام ده خالص، يعني هو ما عرفش، مجله او حاجه انجليزيه كتبوها، بس الولد لا ما عملش كده خالص. يعني بالعكس، سام دايما انا اتواصل معاه، دايما يعني بنتكلم وعلى طول عايز يجي، يعني مفيش اي حاجه بصراحه. راجل محترم، وجه معانا معسكر زامبيا والجزائر ولعب ماتش جزائر شويه، ولا يعني دايما ملتزم، يعني هي اختيارات الراجل بس مش اكتر يعني.